النهارده 4 مارس وده بيوافق اليوم العالمي للسمنه. العالم بيركز على التوعيه بخطوره السمنه على صحه الانسان، خصوصا ان هذا المرض بيصيب اكتر من 2 مليار شخص حول العالم، عشان كده بيسموه مرض العالم الحديث، لان الناس دلوقتي طبعا مع التكنولوجيا بقوا بيقضوا وقت طويل بدون حركه، ما بقاش في مجهود بدني كبير زي زمان يساعد على حرق كميات من الدهون والنشويات اللي بناكلها يا جماعه. بس تحس عارف ان هم اختاروا اليوم ده ليه هدف، يعني اختاروا اليوم ده عشان يفكرونا تقريبا بان احنا نهايات الشتاء اللي احنا طبيعي ان احنا بنتخن فيه. ده بالنسبه بقى كمان ده على جنب، في جانب اخر ان احنا دلوقتي داخلين على شهر رمضان، شهر رمضان احنا للاسف بنتخن فيه بشكل اكبر، لكن الفكره بقى في التخنه او في السمنه بشكل عام مش مشكلتها او السبب الرئيسي فيها مش الاكل، السبب الرئيسي في طريقه الاكل، كمان كميه الاكل. طول ما احنا بناكل بشكل متوازن وبناخد وجبه فيها سعرات حراريه معقوله مع خضروات كتير مع دايما المواظبه على الحركه بشكل يومي، سواء بقى من خلال رياضه او حتى من خلال انك تمشي لو حتى نص ساعه كل يوم، تسيب عربيتك وتتمشى حته، تطلع سلالم بدل ما تستخدم الاسانسير، اي نوع من انواع الحركه ده بيكون امر صحي جدا وبيفرق كمان في مساله الوزن يا شاذلي. طبعا بكل تاكيد، وزي ما اتكلمنا من شويه قلنا ان التكنولوجيا هي السبب يا جمانه في كل حاجه للأسف. اي حاجه دلوقتي بقيت محتاج تعملها بتعملها من خلال ابلكيشنز او بتتواصل مع الناس بطريقه او باخرى وانت قاعد في مكانك، فمش محتاج ان انت تنزل، فبالتالي ما بتبذلش اي مجهود. عايز اقول كمان الاهتمام بمعالجه السمنه مش مرتبط بس بموضوع الشكل، ولو انه مهم طبعا، لكن في حاجات تانية اهم كمان من الشكل. السمنه بتاثر على معظم الاعضاء الداخليه للانسان، على كفاءه القلب، الاوعيه الدمويه، الكبد، المفاصل، حتى الصحه النفسيه. يعني الواحد نفسيا ما بيبقاش مرتاح كده وهو مثلا عنده سمنه. طبعا بتفرق في حاجات كتيره، وزي ما قلنا الشكل بالاضافه الى صحه الانسان. ده اكيد يا شاذلي، يعني مهم جدا ان احنا نبقى راضيين عن نفسنا وراضيين عن شكلنا، وان احنا كمان تكون صحتنا كويسه ونكون قادرين ان احنا نتحرك، لانه للاسف دلوقتي بقيت بتلاقي فعلا شباب صغير جدا مش قادر يعمل حركه كبيره، او هو بيعمل حركه كبيره تلاقيه بينهج جدا وتعبان ومش قادر لا يطلع سلم ولا قادر يتمشى حتى. بقينا فعلا ان احنا بنحاول نوفر مجهودنا، وكأن الهدف هو توفير مجهودنا عن اي شيء. صحيح، بيأثر علينا بالسلب كل ده. يعني احنا بنوفره لايه طيب؟ يعني بنوفر مجهود طب انت نظام الاكل بتاعك ايه؟ يعني هو بصي هقول لك على حاجه، انا كنت بمشي زمان، وبعدين بقى لي فتره كده برضو، يعني يمكن برضو زي الناس يعني التكنولوجيا خدتنا وقاعدين في البيت، يعني الحركه قليله جدا، لكن مع الوقت حسيت انه لازم اتحرك، فبدات انزل بقى امارس الرياضه بصراحه عشان كده مش نافع. قول لي يعني انت بتصحى من النوم نظام اكلك ايه؟ بتاكل ازاي؟ نظام اكلي عادي والله، يعني بس ما بفطرش طبعا قبل الشغل، بيبقى الفطار متاخر شويه، ويمكن الناس حذرت من الموضوع ده وقالوا انه ما ينفعش، لازم وجبه الفطار تكون في الصبح يعني. لكن بيبقى الفطار على الساعه 12، بيبقى الغداء على الساعه 5 او 6، ما فيش عشاء، انا مش بتعشى يعني، دي اخر هم وجبتين بس اللي باكلهم في اليوم، وده يمكن اللي مخليني محافظ شويه قدر الامكان يعني. طبعا معروف في الشتاء والجواكت بتداري وبتلم حاجات كتيره، لكن قدر الامكان بحاول احافظ يعني. طيب يعني عشان كده احنا معانا ليك فقره النهارده مهمه جدا مخصصه عشان عشانك طبعا، عشان نساعدك النهارده في فقره عن نتكلم عن اليوم العالمي للسمنه، هنتكلم عن السمنه، هنتكلم عن البدائل الامنه لانقاص الوزن بطريقه صحيه وسليمه، لان احنا مؤخرا بقينا بنسمع انظمه دايت او انظمه انقاص وزن صعبه جدا وبتسبب مشاكل على المدى الطويل، عشان كده لازم نعرف كل التفاصيل دي مع بعض النهارده، بما ان احنا كمان داخلين على شهر رمضان المبارك، ودايما كمان طريقه اكلنا فيه بتبقى مش سليمه بشكل كافي، ان كان من الكميه او نوعيه الاكل او حتى توقيتات الاكل والحركه. والحلويات مصيبه، الحلويات دي على فكره مش بس الحلويات يا شاذلي، الحلويات واحنا بناكل اكل كتير جدا بقى، الاكل المحمر بقى والاكل الدسم، فاكيد بيعمل مشكله، ومفيش فعلا الوقت الحركه نفسه بيكون قليل جدا، او احنا بنعتقد ان هو قليل جدا فبيبقى صعب قوي، وكمان السحور الناس بتاكل حاجات تقيله جدا، بتصحى تاني يوم الصبح تعبانه جدا. فخلينا نعرف كل بقى التفاصيل دي ونتكلم عليها مع حضراتكم خلال حلقتنا النهارده. دلوقتي بنصبح لحضراتكم مره تانيه، صباح الخير والسعاده عليكم، صباح الخير يا مصر.